كابتن طه، فاكر مباراة النادي الأهلي والمحلة اللي احنا كسبناها في الدقيقة 86؟ الجول بتاعك ده، الجول بتاعك ده، ده اللي ادانا الدوري. ما احنا المباراة كنا متعادلين. المباراة دي كانت من أصعب المباريات، أنت عارف مباراة المحلة وقتها كانت صعبة جدا. لكن الشيء العجيب إن إزاي مصطفى عبده كرة مع الباك ورجعها للجول، وأنا خلاص بجري بقى إيه اللي يخليه يجري؟ ده النقطة. شوف إلهامك انك تجري، ممكن تكون الكره دي ما يعملها تطلع قصير وبعدين قدرت تجيب الجول. وانا فاكر قلت لك ساعتها ان هم اصلا الباك اللي لعب ساعتها، حتى انت قلت هذا زي ما يكون جاي من الامن المركزي ونازل يجري وبعدين راح مرجعها. يعني رجعها غريب جدا. انا استغربت ساعتها ان ازاي انت يجي لك التفكير والتوقع ان ممكن دي ترجع قصيره، ورحت جاري، كان ممكن تقف خلاص ما بيرجعها لجولش الجول بيرجعها. اكيد وده كان جول مهم جدا. المباراه ديت كانت مهمه جدا في مسيرتنا لكسب الدوري العام، لان كنا متنافسين مع الزمالك، يمكن بالنقط باستمرار. بالظبط كده، لدرجه ان لو كنا تعادلنا في المباراه دي كان الزمالك خد الدوري. بالظبط بالظبط، احنا كسبنا الماتش ده، وبعد كده هم نادي الزمالك يمكن اعتقد في مباراه كنا لعبنا احنا، حتى احنا لعبنا ترسانه وتعادلنا، بس هم كانوا لعبوا ماتش خسروا من المقاولين العرب. بالظبط بالظبط، النصر محمد علي الله يرحمه. ايه رايك في الكوره دلوقتي يا كابتن طه؟ الكرة الآن، شوف، طالما مفيش جماهير هي متأثرة. كرة من غير جمهور متأثرة، حتى في العالم كله. شوف النهاردة مردود الجماهير في بطولة أوروبا، مردود اللعيبة والأداء، ملاعب مليانة، الفرق كلها 60,000 موجودين في الملعب، حاجة تانية. أنت بتلعب في الظل، يعني ما حدش بيشوفك، فاللعيب بيلعب أكنه تمرين، هم بيلعبوا أكنه تمرين. طيب، مفيش الموتيفيشن.